من المعروف أنه بفصل الصيف تزداد احتمالية الإصابة ببعض الأمراض الشائعة بسبب التغيرات، إن كانت من طقس حار أو رطوبة مرتفعة. من الأمراض الشائعة يلي عم نلاحظها أمراض الجلدية، إن كانت الحروق أو ضربات الشمس أو الأمراض الهضمية وأعراضها وطرق تدبيرها. نحكي أكثر عن الموضوع ونتعرف على تفاصيل. بيسعدنا أن تكون معنا لليوم الدكتورة بيان محمد الفرة، عضو الهيئة العامة اللجنة العلمية بفرع دمشق لنقابة الصيادلة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة بيان. بما أنه نحن في خضم يعني هيدا الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بسوريا، ضروري نحكي عن أمراض الصيف الشائعة، لأنه أحيانا بيصير في اختلاط ببعض الأعراض من ضربة شمس للمشاكل الهضمية. بالبداية خلينا نحكي أكثر الأمراض الشائعة بالصيف شو هي؟ يسعد صباحكم بداية. أهلا وسهلا. أكثر الأمراض الشائعة بالصيف اليوم نحن اللي بتواجهنا بالصيدليات هي موضوع مثل ما تفضلت ضربات الشمس. طبعا مثل ما كمان تفضلتي الأعراض المختلطة، لأنه ضربة الشمس هي شيء عم يظهر للمريض بشكل صداع. صحيح. إنه أنا راسي واجعني، بتسألي قد واقف بالشمس أو بتشتغل بالشمس أو طبيعة عملك بالشمس، أو ممكن يكون حدا مسابح فترة طويلة بالشمس، فبتتجلى بشكل صداع. بس فعليا هي إذا كانت متطورة بتصل للسكتات الدماغية، وتتصل للسكتات الدماغية نحن هون عم نحكي عن أعراض متطورة أكثر. طبعا تدبير العلاجي هون بيكون نحن كصيادلة طبعا ما بنقدر ننصح بأكثر من إنه بنسميها إيماها إنه نشرب مي أكثر، إضافة لموضوع خفضات الحرارة. نحن ليش خفضات الحرارة وأمن شيء الباراسيتامول بهيك حالة؟ كرمال ما نصل للسكتات الدماغية. الدماغ كتير حساس لدرجة حرارة الجسم، مجرد صار فيها تغيير يعني أول شيء فينا ممكن يضرب هو الدماغ. فلهيك موضوع ضربات الشمس هو الأشياء. يليها عنا موضوع التسمم الغذائي والتلوث الطعام، ممكن طعام فاسد، ممكن طعام من داخل البيت أو من خارج. اليوم يعني اليوم كلاتنا ببيوتنا عنا معاناة موضوع الكهرباء مثلا. فكرة الأكل الفاسد كتير عم تعمل اضطرابات هضمية. صحيح. بنقعد بالصيدليات بين وصفة والوصفة تبعات الاضطرابات الهضمية، الإسهالات دائما يعني هي الأشياء. فطبعا هنا في أغلاط كتير بتدبيرة، الناس بتدبر حالها يعني ما بتسأل. عادة دغري بيلجأوا ل يعني مثل ما خلينا نقول حدا شيء دغري يوقف الإسهال. فنحن المريض وقت بيلجأ لأنه وعلى الأغلب هو حيبلش يلجأ للصيدلاني قبل الطبيب. علينا نسأله هل أنت، لأنه الإسهال وقت أنا بده يقصدني ويسألني إنه عندي إسهال وبهيك جو بدي أسأله، هل أنت مخبص بالأكل أم أنت واقف تحت الشمس؟ لأنه كمان ضربة الشمس ممكن تطلع تطلع بطريقة إنه تظهر على المريض بطريقة إسهال. فوقت بيقول لي إني لا قاعد بالشمس وأنا آكل أكل عادي وما في شيء خربان وهو ضامن لي، فأنا تدبير يعني مختلف عن إنه آكل شاورما ومايونيز بهذا الجو. طبعا بحالات اللي بده يكون فيها هو آكل أكل بيعرف حاله مخبصهم أكيد بدنا نحيل للطبيب. أما موضوع ضربة شمس ممكن يعني نعطيه شيء ممكن دغري يوقف الإسهال. تمام. يعني دكتورة بيان خلينا نركز على موضوع ضربة الشمس. اليوم كثير من الأشخاص يمكن يقولوا لك أنه أنا بصير معي ضربة شمس بس إذا رحت على المسبح أو البحر. لا، اليوم نحن كثير مننا ممكن نطلع من البيت على الجامعة على الشغل، هون ممكن يصير عن جد عند الشخص ضربة شمس وتكون خطيرة. خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا كثير الوقاية من يعني بدنا نعمل الوقاية منها. أول شيء عنا ساعات الذروة يلي هي نحن عم نحكي من 10 الصبح تقريبا أو من 11 يعني حسب حدة الشمس والنهار اللي بده يكون للساعة 4. هي كتير خطرة. يعني في ناس بتفكر لا بنتعرض للشمس وبنركب فيتامين دال. لا لا ما هيك، هدول تبعات الصبح، تبعات دال هي الصبح كتير يعني من 7-9-10 ماكسيموم، بعد منها صارت خطرة. ما بدنا ننسى ضربة احنا عم نطلع اليوم بذروة يعني عنا حروق شمسية، عنا ضربات شمس. مع الوقت إذا استمر الشخص أو طبيعة عمله بتتطلب إنه يضل تحت الشمس، هو عم نحكي بسرطانات جلد مع الوقت، هي كلها أشعة UV مضرة. فمثل ما قلت لك الوقاية منها هي الأهم. شرب المي كتير مهم. هلا في أبحاث بتقول لك إنه كل كيلو من وزن الشخص بيحتاج 35 ميلي، فبتضربي يعني وزنه مثلا 70-60 حسب هو اجتهاده الشخص. فهون بيطلع باللترين، لترين ونص. فالواحد ده يعني وضروري تبع اللتر يعني هنا مثلا لترين ونص
اول لتر كثير ضروري يكون الصباحي. في ناس بتنسى يمكن بالمره انه والله وانا مي بهذا الجو. نعم اوكي. يعني هو الصيف سبحان الله لحاله بيخليكي تطلبي. هلا هي القصه بنشوفها بالشتاء، انا عن نفسي بعاني منها من الشتاء انه بنسى لاني اشرب مي، بس بالصيف لا، يعني قد ما بتتعرقي قد ما بدي جسمك يطلب، هذا شيء طبيعي، بس الواحد بده يخلي يذكر حاله. اليوم في تطبيقات على الموبايل بتعمل لك اليرت انه انت لازم تشربي مي، يعني بيساعد حاله. بس في كثير ناس ما بتحب المي، بتحسي حتى طعمتها، يعني في ناس مثلا ما بتقدر حتى تكمل. قرات مره عن الشيء وهي مشكله. بس لما نقول في اخطاء شائعه بيرتكبوها الاشخاص بضربه الشمس، شو هي اكثر الاخطاء الشائعه؟ يعني مثل ما قلتي يمكن قليل تلاقي حدا يستشير، ممكن الصيدلي، بس بتعرفي ممكن بعض الاجراءات يقوموا فيها هن بالمنزل. بيفكروا حالهم مقربين، ببلشوا بادويه جريب، ببلشوا بادويه التهاب. هي موضوع مو التهابي ابدا، يعني هي بنشوفها اعطيني مثلا دواء التهاب بيأثر لما تاخذيه، ليش عم بروح له مناعته؟ انا ليش عم بعطيه دواء التهاب لشيء ما له فيروسي، ولا عفوا ما له بكتيري، ولا يعني لا له فطري ولا له فيروسي ولا له بكتيري، هو ضربه شمس. يعني نحن هون عم بعمل تغيير بحراره الجسم. تغيير حراره الجسم روح لك طاقه، يعني حتى الواحد بيرجع لبيته شو بيقول لك؟ خالصه طاقتي انا ما عاد، يعني ما لي حسنان. فهذا الشيء كلياته بده يعني بده يكون شربان مي منيح لحتى يوازن بين التعرق يلي عم بيصير والشيء اللي شربانه. موضوع قلت لك ضربه شمس وما بينحدر تحت منه موضوع الحروق، بس الاستمراريه هي الحروق كلياتها، الواقيات الشمسيه اليوم كمان من المنسيات. من المنسيات تماما. فضربه الشمس عم نشوف شيء على السوشيال ميديا كان انه منشفه يرطبوها ويحطوها على الراس انه ممكن كمان تخفف. هلا اكيد هذا الشيء بيحاول يعدل من حراره الجسم، يعني خصوصيه اللي طبيعه عمله بتطلع. كمان طبيعه اللبس بنسمع انه ممكن تمتص الحراره. اكيد طبيعه اللبس مو بس يعني ما حتساهم بموضوع ضربه الشمس، موضوع اللبس، وشكرا اللي قلتيها انه هي بتساهم بموضوع الطفح اللي بيصير كثير كمان بيقصدونا. هلا من الامراض اللي بنشوفها بالصيف بالصيدليه هي موضوع الطفح بسبب اللبس اللي فيه نايلون. بتلاقي من هون كلياتها حمراء، او مثلا موضوع الحجاب من هون كله احمر. الرجلين مثلا حسب الاحتكاك الاواعي بتلاقيها كثير محمره. طبعا هي تدابيرها دائما بده ترطيب الجسم. حنعيد فكره شرب المي، حنعيد انه الشخص الاستحمام كثير موضوع ضروري، مو بس موضوع نظافه، موضوع المسام تنظف، لانه المسام اذا عرقت وما تنظفت سكرت ما عاد تتعرق، صار في خلل بالحراره. التعرق هو رد فعل من الجسم على الشوب كرمال تعدل من حراره الجسم. اذا ما تعرق الجسم ما بتتعدل حرارته، وهذا رد فعل طبيعي. فسديتي مسام يعني ما في تعرق، يعني حتشوبي اكثر. صحيح. فاستحمام كثير بيساعد، مثل فكره المنشفه انت عم ترطبي، ما هو العرق سبحان الله خلق ليرطب الجسم. فموضوع المنشفه هو منطقي لحد ما لحين العودة للمنزل. تمام، يعني تدبير عاجل. تدبير عاجل، تدبير إسعافي مثل ما. تمام. خلينا نحكي عن موضوع الحروق. نعدد أنواع الحروق، كيف ممكن نتعامل مع الحروق؟ في كان بسيط أو قوي؟ خلينا. تماما. هلا الحروق الشمس، إذا بدنا نبلش من الحروق الشمسية، هي عادة بتكون من الدرجة الأولى للثانية، يعني ما بتتطور لأكثر من هيك. الدرجة الأولى حتظهر بشكل طفح أحمر، بيقشر، بيطلع بني، وهذا اللي بنشوفه أكثر شيء بموضوع البرونزاج بالصيف، يعني إنه تروح الصبية بتعمل برونزاج بوعدها أنه هي الليلة ما حتنام. وهذا اللي عادة بيصير. تمام. بس بيأثر احيانا، يعني في مبالغه ب التعرض للشمس لساعات طويله من اجل الحصول على لون معين. مو بس التعرض حبيبتي للشمس، هو استخدام الخلطات الفيسبوكيه مثل ما بيقولوا، هي اللي بينصحوا بعضهم فيها، خلطي هيك مع هيك وحطي هيك بيطلع لون بشل. بتقلك في نقطه انه انت ما يعني في زيوت معينه عم تنحط ما لها مهيئه لهذا الموضوع، وقت عم تمتص البشره وتتفاعل مع اشعه الشمس عم تعطي سرطانات، عم تعطي حروق لتصل لمرحله يعني فقاعات بالجلد. وقت انا بصل لمرحله فقاعات بالجلد يعني صار في حاله التهابيه. يعني هل تعلمي انه موضوع البرونزاج كثير بيوصل الصبيه انه تفوت بصدمات انتانيه فظيعه بالجلد؟ فبده تكون كثير مدروسه الزيوت اللي بتنحط في حال هي كان عندها هي الرغبه. اضافه لموضوع اذا كانت الدرجه الاولى عاده ما بيصير شيء، هو الام لانه بتكون سطحيه فبتنقر على عصب. حتى لو ما في زيوت الساعات الطويله، يعني نشوف 4-5 ساعات قاعدين تحت الشمس، يعني كمان مده جدا طويله. جدا طويله. وقت الزر حارقه بتأثر. حارقه، عامل لك حارقه. هي الليله ما بتنام، بتقول لك ما قدرانه يتقلب. هلا بالصيدليات عاده اذا بدنا نحكي عن تدبيره نلجأ للمرطب بحالة الدرجة الأولى، نلجأ للمرطبات، كريمات بابونج. طبعا هي المفروض الشخص يكون حاطط واقيات شمسية خاصة بهذا الموضوع على الأقل على الوجه. يعني على الأقل
في اليوم كثير رواقيات شمسيه ممكن يعني القوامه يتوزع على الجسم في حال ما كان عندهم هي الرغبه، وبرضه في اشخاص طبيعه لون بشرتهم لو ما سباحه لو بالشارع تلاقيها محروقه. فهي مرطبات، كريمات بابونج، ممكن نلجأ لكريمات حروق بمرحله معينه، وتنصل لمرحله التقشير صار بدنا مرممات، نصل لمرحله الفقاعات بدي ادويه صادات حيويه، بدها متابعه. يعني مجرد ظهرت فقاعات بدها تلجأ لطبيب جلديه حتما، هذا صار بده تغطيه صادات. يعني تمام، يعني بما انه ارتفاع درجات الحراره وفصل الصيف كل هذا بيأثر على جسم الانسان وبسبب امراض، خلينا نوضح كمان انه ممكن يأثر على الادويه. بما انه نحن عم نحكي انه لكل مرض في ادويه عم نحكي عنها، خلينا نقول انه بعض الادويه ممكن اليوم تفسد، اذا بدنا نوضح اذا صحيح هذا الموضوع، وممكن تفقد فعاليتها، كيف ممكن نحافظ عليها؟ قصدك بالشوب يعني؟ تماما، وين ممكن نحطها باي مكان كرمال ما تفقد خواصها؟ هلا اهم شيء ننسى فكره انه نحط الادويه بخزانه الحمام. هي ظاهره كثير شفتها ببيوت. الحمام اكثر مكان معرض صيف شتاء لموضوع الحراره، ما هو صحيح. يعني بيقولوا لك شغله مثل الحمام، ما هو هذا الحمام يعني ما في خيار ثاني. فموضوع نحط الادويه بخزانه الحمام هي كثير من الاغلاط الشائعه، وانا شفتها كثير ببيوت خصوصي الكريمات. الكريمات هي عباره عن زيت ومي، حاطين لها مواد لجمعناهن بهيك حراره، ساعدتيه انه تفصل. تمام. مجرد عملتي لك تلاقي المي لحال والزيت لحال، هذا الشيء شفتيه بعينك. بس انت اليوم الدواء كحبوب او يعني اشكال صيدلانيه ثانيه بنشوفها، ما رح تشوفها عينك شو صاير. طبعا بتفسد. هلا في ادويه مفروض الصيدلاني ياكد، مثلا في اطرات عينيه، في الانسولين، هذا كله بده برادات. بقى موضوع البراد هذا يعني ما بعرف عنه. للاسف يعني سوء وضع الكهرباء كمان الموضوع صار بنحاول نلاقي تدابير الان لبعض المواضيع. بس خلينا نحكي بما انه حكينا عن ضربه الشمس عن الاطفال، يعني هي نقطه كثير مهمه. صحيح. يعني نحن فعليا فينا نعمل بعض التدابير العلاجيه، بعض القصص اللي لها علاقه بالنصائح التوعويه، بس الطفل ما كثير فيكي تضبطيه، وبتاثر درجه الحراره بطريقه مختلفه على الطفل. فخلينا نعطي بعض النصائح لكثير من الامهات، حتى ان كان مسبح كان تعرض، لانه هلا فترات ارتفاع درجات الحراره خمس دقائق عم تلاقي في فرق، يعني لانه هي عم تكون بالذروه وعم يكون ارتفاع لدرجات فعليا جدا عاليه. صحيح. اذا بدنا نوجه طبعا هون النصيحه للامهات، لانه اللي هي الطفل تحت رعاية أهله، كتير ضروري ما تطلع أوقات الذروة. يعني هي الأوقات الذروة تحاول تبعد عنها بنشاطات اللي هو بده يمارسها بالصيف. موضوع اللبس، موضوع الطاقية، يعني هو ما نقولها هي مجرد طاقية، هي فعلا ممكن تحمي كتير. موضوع كتير نذكره بشرب المي ونعوده عليها، لهذا الشيء يمكن نحن ما وعينا كتير عليه. لا، الموضوع توعيه على شرب المي ما يقابل التعرق اللي حيتعرقه. نشجعه دائما على الاستحمام. هي التدابير اليومية، خلينا نقول ما بدنا نصل لدوائية، لأنه ما في داعي. هلا في حال الطفل رجع على البيت، أحيانا لو وقت مو ذروي هو جسمه حساس لهذا الموضوع، الاستحمام بمي شبه باردة، ما باردة طبعا أنا أصدمه، شبه يعني مايلة للبرودة لحتى رطب له جسمه ونزل له من حرارته، ساعد له مسامه تنضف. إضافة لموضوع كتير مهم، أنه إذا لقيت عوارض طاقة فقداني، في عوارض انفلونزا، لأنه بيصير في انفلونزا بالصيف. يعني هي من الأمراض الشائعة، يعني في مثل بيقول لك الرشح الصيف أحد من السيف أو هيك شيء كان يقولوا. فهو بيصير سيالانات، بيصير ترفع حروري، بيصير بالليل عم ترتفع حرارته. فهون كتير ضروري يعني الأم تنتبه لحرارة ابنها بالليل، في حال كان آخذ ضربة شمس هو بالليل رح يعاني من حرارة، فهذا الموضوع بدها تنتبه له وتبلش بخفضات حرارة. تمام. دكتورة، غير الأمراض اللي ذكرناهم، إن كانت الأمراض الجلدية أو الهضمية، ممكن نشوف أمراض ثانية ممكن فعلا أنه تصيب جسم الإنسان؟ ممكن نشوف أمراض أذنية مثلا؟ عينيه كمان عينية. احيانا بيقولوا لك انه بيصير جفاف بالعين. صحيح. خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا موضوع العين كثير حساس بالصيف، في كثير ناس الهواء والشمس بتلاقيهم محمرين. صحيح. تمام. مجرد اجت الشمس، موضوع النظاره الشمسيه كثير مهم. نبتعد عن شيء اسمه عدسات لاصقه بالصيف. ليش؟ العين دائما هي لازم تكون رطبه. مجرد كانت رطبه عدسه العين، اذا يعني خلص الشمس لحالها بتنشف هي العين. العدسه اذا بدي احطها لازم يكون فيها سائل عم يعني يدور بالعين حتى يرطبها. هذا الشيء مفقود بالصيف، يعني دائما نشفانه. حطي عدسات، يعني نحاول قدر الامكان نصيحه نبتعد عن العدسات اللاصقه. الدمع الصناعي فترات. تماما، شكرا لك. الدمع الصناعي كثير مهم، لانه كثير بنشوف حالات التهاب ملتحمه بسبب بكتيريا او فيروس. صحيح. او ممكن الحساسيه ذاتها تودي للالتهاب. اكيد. بالختام بدنا نشكرك دكتوره بيان على وجودك معنا.
معنا وحاولنا يمكن نستفسر عن كل التفاصيل بما يخص ما يتعلق بأمراض الصيف الشائعة. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة، نورتي صباحنا حبيبتي. شكرا أكيد.